بعد ما ادي شوربه الطماطم عباره عن ايه، معايا 2 طماطمتين كبار وبقطعهم، ومش مهم خالص التقطيع بتاعي يبقى شكله ايه، لان انا ده كله هعمله في الهاند بلندر. يبقى معانا 2 طماطم كبار، ومعايا نص كوبايه بصل مفروم، ومعلقتين زبده، ومعايا كوبايه لبن وكوبايه كريمه لباني. ولو مش عايزينها تقيله ممكن يعني ممكن نحط بدل الكريمه اللباني يبقوا 2 كوباية لبن، لكن لو حد عايزها ريتش او تكون يعني سميكه شويه غنيه اكتر هنحط 2 كوباية لبن و2 كوباية كريمه لباني. ومعانا 2 معلقة دقيق ونص معلقه سكر وملح وفلفل اسود، ومعايا طبعا كزبره خضراء للتجميل. هقول معاكم المقادير مره ثانيه وهنقولها بالراحه، وهديكم برضو ايه بدايل لو حد عايزها خفيف. معانا 2 طماطم كبار متقطعين، وقلنا مش مهم الشكل بتاع التقطيع. نص كوباية بصل مفروم، ممكن لو حد حابب برضو يشتغل بصل أخضر، الموضوع مش هيقول لأ خالص، بصل أخضر برضو في الشوربة بتبقى جميلة جدا. 2 معلقة زبدة لو عايزينها أخف نشتغل بالزيت مفيش مشكلة خالص. 2 كوباية لبن و2 كوباية كريمة لباني، و2 معلقة دقيق ونص معلقة سكر، ومعايا ملح وفلفل، ومعايا كزبرة خضراء للتجميل.